الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنتكلم فيها عن باقي الانديه المصريه، وهنرد فيها بالورقه والقلم ضد الاكاذيب والشائعات اللي بيروج ليها اعلام السبوبه. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بليه الدلدول امبارح بيقولوا له، يعني هو عبد الله السعيد لما مشي من الاهلي عمل ايه والاهلي عمل ايه؟ يعني عبد الله السعيد كسب ايه من بعد ما مشي من النادي الاهلي، والاهلي كسب ايه؟ الاهلي كسب 10 بطولات، الاهلي كسب 2 دوري ابطال افريقيا، الاهلي كسب 2 سوبر افريقي، الاهلي كسب سوبر مصري، الاهلي كسب كاس مصر، الاهلي كسب دوري من بعد عبد الله السعيد ما مشي. عبد الله كسب ايه؟ تخيل بيليا الدلدولي يرد يقول ايه. بيليا الدلدولي اللي بيشتغل جمهوره طول الوقت يقول لك عبد الله عمل ايه؟ بيليا دخل نادي المئة. دخل نادي ايه؟ دخل نادي المئة يا بيه، دخل نادي المئة عشان جاب 3 4 اجوان مع بيراميدز، يبقى كده ده انجاز بالنسبه له، دخل نادي المئة. ما هو شوف اغلب اجوانه جابها بتشيرت مين. شوف عبد الله السعيد تاريخه كله واجوانه كلها سجلها وهو بتشيرت مين. عبد الله السعيد 70-80% من اهدافه اللي دخل بيها نادي المئة دخلها عن طريق تيشيرت النادي الاهلي، دخلها بضربات الجزاء اللي كانت بتتحسب على الفاضي والمليان لنادي بيراميدز. هو انتوا ناسيين ولا ايه؟ اصحى وفوق يا دلدول. لو انت ناسي افكرك بيراميدز اول سنه او سنتين مع بدايه انطلاقه بيراميدز وتاسيس بيراميدز كان بيجي له حكام من تونس. بيراميدز كان كل ماتش والتاني في ضربه جزاء شكل البيراميدز، الحكام كانوا بيتلككوا عشان يدوا ضربات جزاء لعبد الله السعيد عشان يشوطها عبد الله السعيد ويخش نادي المئة. اتحاد كره السله قبل كده لما كان في دخول جماهير وبتاع كان الدخول مجاني، كان الدخول مجاني في ماتشات كره السله، وكان الناس ما بتخشش، يعني الناس ما كانتش مهتمية قوي. دلوقتي مع فتح الدخول مرة اخرى بقرار من الجهات الامنية وموافقة من الجهات الامنية 500 هنا و 500 هنا، اتحاد كرة السلة بيحدد سعر التذكرة 50 جنيه. هو انتوا يا جماعة بتعملوا في الناس كده ليه؟ يا معلش يعني سؤال، انا ايه اللي يخليني اروح اتفرج على ماتش كرة سلة وسافر واعمل واركب عربيات واكل وشرب وبتاع عشان ادفع عشان اتفرج على ماتش كره سله؟ هو خلاص يعني انت بتساوي قيمه دخول ماتش كره سله بقيمه دخول مباراه في كره القدم؟ يعني اتمنى الاستاذ مجدي ابو فريقه والناس اللي معاه في عضويه مجلس اداره نادي الاتحاد كره السله، يعني راعوا الناس، ناس مش ناقصه هم، ناس مش ناقصه ضحك على الدقون، خليها ب20 30، لكن ما تحولهاش من ابو بلاش خالص ل50 جنيه التذكره. انت كده بتقول للناس ما تجوش، انت بتقول للمشجعين اللي عايزين يدعموا انديتهم ما تجوش، خليكم قاعدين في البيوت عشان تيجي تتفرج على ماتش سله تدفع لك 300-400 جنيه. الاخ سيف بص في ورقتك طالع يكذب الاخبار اللي بتقول ان رمضان صبحي عايز يرجع النادي الاهلي، وطلع يقول لك ما حصلش وبطلوا تأليف. والله انا ما شفت اعلامي زي سيف ده في التأليف، هبد درجة اولى لدرجة ان النادي الاهلي ولأول مرة منذ فترة طويلة الاهلي طلع بيان خصيصا عشان يرد على الاكاذيب المختلقة بتاعت سيف بص في ورقتك لما طلع قال لك كولر مرتب مهاجمين الاهلي مش عارف مين واحد ومين اتنين ومين تلاتة، وانا اتكلمت معاه وقال لي وقلت له وعدلي وعدت له والكلام الاهبل ده. فطلع النادي الاهلي قال لك انا لا كولر يعرف اعلاميين ولا يعرف صحفيين ولا بيقعد يتكلم مع حد ولا طلع اسرار الفرقه لحد، لكن حضرتك النهارده عايز تطلع تضلل الناس عشان تجمل صورة رمضان صبحي أنت وشأنك، لكن لا تكذب ولا تكذب، لأن
حمى رمضان صبحي كابتن إكرام الشحات على الهواء مباشرة، على الهواء مباشرة قال لك رمضان نفسه يرجع النادي الأهلي، رمضان هيموت ويرجع النادي الأهلي، رمضان رفض يروح نادي الزمالك. فما تطلعش بعد ما الأهلي يرفض مرة واتنين وتلاتة وخمسة تيجي تطلع تكذب وتقول رمضان ما طلبش، ولا أحمد فتحي طلب. طب أحمد فتحي كان ساكت ليه طول الأيام اللي فاتت دي؟ ورمضان كان ساكت ليه كل الأيام اللي فاتت دي؟ ما طلعوش ليه كذبوا الكلام ده بنفسهم؟ ليه؟ لحد ما اتقفل الباب تماما. لما اتقفل الباب تماما ارمي عظمة لكلب مسعور زي سيف، بص في ورقتك عشان يطلع يقول الكلام ده كدب في كدب وما حصلش. ارمي عظمة لمهيب يطلع يقول ما حصلش، بالرغم ان كابتن اكرامي لما قال على رمضان انه عايز يرجع الاهلي ويتمنى يرجع الاهلي كان قايلها مع واحد من الكلاب المسعورة في مصاطب الاعلام. تعال اسمعك فيديو لمصطفى يونس. مصطفى يونس يا جماعه شايف الخطيب مش اسطوره. حاجبت لك يا زمن. مصطفى يونس شايف الكابتن الخطيب مش اسطوره. ما تيجي نشوف كده مصطفى يونس بيقول ايه على الكابتن محمود. اعظم الناس اللي شافتهم عيني بيلعب كره محمود الخطيب قالت ان الخطيب مش اسطوره. الخطيب اسطوره ولا مش اسطوره؟ ما اسطوره في ايه؟ انا بالنسبه لي انا من احلى واعظم الناس اللي شافتهم عيني بيلعب كره محمود الخطيب، لكن هاتي ارقام ما في. ده كلام مين بقى؟ ده كلام مين يا مصطفى يونس؟ ده كلام الزملكاويه اللي انت منهم. ان الخطيب لعيب حلو، لعيب جميل، لكن ارقام مفيش ارقام، عشان كده الخطيب مش اسطوره. في نفس الوقت اللي زي مصطفى يونس بيعتبر شيكابالا أسطورة، اللي زي مصطفى يونس بيعتبر حازم إمام أسطورة. تيجي تقول له الأرقام يقول لك لعيب كرة حلو مفيش زيه مش هيتكرر أبدا عشان كده هو أسطورة. لسانك ده وضميرك ونيتك هتتحاسب عليهم في الآخر يا مصطفى يونس. خطيب النهاردة انه بيرفض طلبات الجمعية العمومية لشطب مصطفى يونس. اقسم بالله الشطب شوية عليك، شطبك من الجمعية العمومية في النادي الاهلي شوية عليك، انت تستحق اكتر من الشطب، انت تستحق انك تمحى من ذاكرة جماهير النادي الاهلي تماما. وتيشيرت الزمالك والله لايق عليك جدا، تيشيرت الزمالك لايق عليك جدا جدا، تشجيعك للزمالك جميل، لكن الخطيب غصب عنك رغما عن أنفك، شئت أم أبيت الخطيب أسطورة، مش محتاجين رأي واحد زيك يا كابتن مصطفى. طيب عايز أقول لك بالنسبة للنادي الأهلي، مباراة الداخلية اللي فاتت بعد إذن حضرتك لايك عشان نستعرف ايه اللي بيحصل ضد جمهور النادي الاهلي. فماتش الداخلية اللي فات اخر ماتش للنادي الاهلي في الدوري، انا ما سمعتش والله الجماهير قالت ايه، لكن خرج ادارة المصري البورسعيدي وعدد من الجعجاعي الرأي قال لك لازم جمهور الاهلي يتعاقب. يتعاقب ايه يا اخوانا؟ وجمهور الاهلي قال ايه؟ انا والله بسمع الماتش ما سمعت حاجة، ما عرفش. قال لك جمهور الاهلي كان بيشتم بتوع المصري البورسعيدي، بالرغم ان المباراه ملهاش علاقه بالمصري ولا بورسعيد، لكن النهارده رابطه الانديه المحترفه بتعاقب جمهور الاهلي اللي حضر ماتش الداخليه لمجرد هتاف بيتقال انه اتقال من مجموعه ما انتش قادر تحددها، فتاخد العاطل في الباطل. هل 10-20 واحد اساءوا لاي مدينة عاقبهم هم، لكن ما تعاقبش جمهور النادي الاهلي، ما تحرمش الاهلي من جمهوره اللي بيحضر ماتشات وبيلف ورا الاهلي في كل مكان. ما الالف اللي راحوا دول
الألف اللي كانوا في ماتش الداخلية دول على فكرة دول المشجعين اللي بيلفوا في كل مكان، دول المشجعين اللي ورا الأهلي في كل مكان، لو راح لعب في موزمبيق هيفضلوا رايحين وراه. فأنت النهاردة تيجي تطلع لي قرار بإيقاف 986 مشجع أهلاوي عن حضور الماتشات لمدة ماتشين مع تحذيرهم بالشطب في حالة التكرار، ليه؟ أنا عملت إيه؟ أنا كجمهور أهلي أقول لك عملت إيه؟ هل أنت بتعاقبني لمجرد 10 20 قالوا كده؟ طب ما أنت عندك كاميرات في الملعب، هات اللي قالوا احذفه خالص. لكن ما تحرمش الأهلي من جمهوره يا بيه. أنت بتساوي. دي نفس العقوبة اللي خدها جماهير الإسماعيلي اللي كسروا أتوبيس النادي الأهلي. أنت بتساوي الفعل بتاع جماهير الإسماعيلي اللي عملت في جمهور النادي الأهلي وكسرت أتوبيس جمهور النادي الأهلي. بتساوي بينها وبين شتيمة في المدرجات. طب ما احنا طول عمرنا المدرجات بيبقى فيها شتيمة، الأهلي هو بيشتم الزملكاوي والزملكاوي بيشتم على الأهلي والدنيا ماشية هو انت النهاردة كاتحاد كورة ولا رابطة عرفت تعاقب شيكابالا؟ شيكابالا فرض، مش هقول لك ألف واحد، فرض عمل أزمة، عمل مشكلة كان ممكن يتسبب في كارثة في ملعب هزاع بن زايد، رفع الجزمة او شاور لجمهور النادي الاهلي بالجزمة. عملت ايه يا دكر؟ عملت ايه يا شوية دكرة؟ جبته ورا لان ده الزمالك ما تقدرش تيجي ناحيته، لكن الاهلي اضرب خبط اعمل اللي انت عايزه في جمهور الاهلي، لكن الاندية التانية ما تقدرش، تخاف تخاف ما تختشيش. في عندنا مثل كده ايه يقول لك الناس ديت ناس ما عندهاش دم، تخاف ما تختشيش. فانا بسال رابطه الانديه او اتحاد الكوره، طالما انتوا رجاله كده والدكوره قوي كده وشايفين نفسكم قوي كده، ليه يا فندم حضرتك ما خدتش قرار ضد شيكابالا في بطوله السوبر المصري بالرغم ان الموضوع واضح قدام الناس كلها؟ ليه النهارده في مباريات الناشئين تم شطب ناديين في مباريات الناشئين في منطقة اسكندرية، خناقة تخطت خناقة الشوارع، خناقة اتخطت مراحل خناقات الشوارع، الفريقين هما العاشر من رمضان وشباب خرشد مواليد 2003، خناقة بالمطاوي. انت متخيل عيال عندها 17 18 سنة بيلعبوا ماتش، هاجوا على بعض، اضرب يلا اضرب يلا، ورفعوا المطاوي على بعض. احنا ما عندناش كورة ولا عندنا ادارات حازمة، ازاي فرقة كورة اصلا تخش الملعب معها مطاوي؟ ازاي فرقة كورة تخش الملعب معاها مطاوي؟ تم شطب الفريقين في دوري الناشئين مواليد 2003. اشرف بن شرقي يبكي، اشرف بن شرقي منهار. بن شرقي كان بيمن النفس انه يلعب في نادي خارجي لان كان شرط اساسي من وحيد خليل وزيتش المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، لو عايز تلعب منتخب لازم تنضم لفريق في دوري محترفين، سيبك من الكرة المصرية اللي فيها عك في عك دي واللي ماشية بالحب والاحتواء، سيبك منها، انا عايزك تلعب في دوري محترفين في اوروبا في اسيا، المهم يكون دوري محترفين. وده كان سبب رئيسي لاشرف بن شرقي عشان يرجع منتخب اسود الاطلس. اشرف بن شرقي قرر انه يروح يلعب للجزيرة الامارات، وتألق في الفترة الأخيرة مع نادي الجزيرة، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي سفن أشرف بن شرقي، تم استبعاده من قائمة المونديال، وتم استدعاء اللاعب بدر بنو، وتم استدعاء اللاعب المغربي السلطان بدر بنو. أشرف بن شرقي بعد ما ضاع عليه حلم تمثيل منتخب المغرب في كأس العالم بشكل نهائي يعتبر، خلاص الراجل راجع
يمد ايده بالسلام للنادي الاهلي ويقول لك تحت امرك. بعد ما ضاع عليه حلم المونديال راجع للنادي الاهلي بيقول لك انا على اتم الاستعداد للتوقيع والعودة للنادي الاهلي والانتقال للنادي الاهلي في حال موافقة النادي الاهلي. السؤال لجمهور النادي الاهلي، هل تقبل بعودة اشرف بن شرقي؟ طبعا هو قال لك انا قادر ان انا اخلص نفسي بنفسي من النادي الاماراتي، لكن انت هل تقبل اشرف بن شرقي ينضم لصفوف النادي الاهلي بعد ما راح للجزيرة الاماراتي وبعد ما فشل في انضمامه لكاس العالم قطر 2022 ولا لا؟ قولولنا في الكومنتات وجهة نظركو، هل توافق على انضمام اشرف بن شرقي للنادي الاهلي فنيا مهاريا؟ لا خلاف ولا جدال على اشرف بن شرقي، لا خلاف ولا جدال على اشرف بن شرقي، لكن قولوا لي رايكم في الكومنتات. خلصت اخبارنا؟ ما خلصتش حكايتنا، استنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا ليكم، سلام عليكم.